تفاشير في تفاشير موشعة، يعني من يجي للميزان تفسير موشع ممكن عبارة صعبة على كثير من الناس، متخصصين اللي عندهم دراسات قرآنية، مجمع البيان، مجمع تفسير واسع بس لغته سهلة وممكن واحد يطالعها بسهولة. هذه تفاسير موشعة من وحي القرآن الشيخ محمد حسين فضل الله، هذا تفسير موسع. في تفاسير مختصرة، إلقاء ضوء على المفردات على بعض الآيات، تفسير شبر، تفسير شبر تفسير مختصر، لاحظنا في يقرأ الإنسان الآية يقرأ. في تفاسير هامشية للقرآن، يعني تقرأ القرآن تمر بك مفردات صعبة، شوف الهامش يشرح لك وش معنى المفردة هذه الصعبة. فأنت تقرأ القرآن إذا واجهتك كلمة صعبة تشوف الهامش يبين لك معنى المفردة الصعبة. إذن الإنسان حسب مستواه يختار له من الكتب الموسعة، هذا إذا عنده تخصص، عنده شوي هوس بالثقافة القرآنية والفهم القرآني. أما عامة الناس عادة يرغب في التفاسير السريعة مغنية، هذا عنده تفسير أيضا مختصر، محمد جواد مغنية رحمة الله عليه عند تفسير مختصر وجيد، يعني مو مطول، وفي شرح لبعض الآيات القرآنية وتوضيح لمفردات غامضة، هذا ممكن واحد أيضا أن يقرأ، فيه يعني توضيحات جيدة.